كويس انا في بعدين شكل ركب سوي بلاستيك سوي تيب. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مشاريع زراعية. اليوم بصور لكم فيديو قصير عن التطعيم بالنسبة للأشجار السدر. دي عقلة جبناها. وين مقص هذا مالقص؟ عملناهم بالمقصات العادية بتاعت التطعيم، بس التطعيم باللصق يعني يتحكى يتلصق عليه بالتيب، وبعد كده يتطيب المكان بتاعه كويس ويتغطى بالبلاستيك، اهم شيء البلاستيك يكون مقفول عشان الهواء ما يدخل. بعد كده يلا ركب هذا، بعد كده يتغطى عشان يتضلل عليه بالغلاف ده كده، بعد كده يتقفل بالتيب. بنفس الطريقة دي كده يتقفل. ده هنا طبعا السدر شلناه وخلاص، وعملنا لهم تطعيم كلهم بنفس الطريقة، بس فيهم تغطية. كل الأشجار بتاعت السدر البلدي عملنا اليوم التطعيم. ست الحسن طبعا الورود دي ما شاء الله، اللهم بارك. هذا ركب منها طبعا كامل الصف ده كله، تعمل له تطعيم. كان كله سدر بلدي او السدر المحلي الكويتي، بعد كده الطعام بالتفاحي. ده كده كامل الفيديو بتاعنا. شكرا جزيلا، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، لو في اي استفسارات خلوا لي في التعليقات، واعفوا لنا الفيديو قصير وبس حبيت اوضح شوية من المعلومات. شكرا جزيلا. دي طبعا العقل بتاعت السدر التفاحي، بتاخذ منه عقل نفس الطريقه هذه، يتبلى في الماء. وطبعا هم يحبوا يركبوا هنا. دي طبعا العقل بتاعت السدر التفاحي كلها بالطريقه دي كده بتتبلى في الماء. شوف هذا اللغم طلع لاجل انا ما يجي لغم طلع تو مكان ثاني مره ركب. سيم هذا سوي اي شكل هذا شذر انت شكل افتح شويه سي لنفيت. بعدين شكل ركب سوي بلاستيك سوي تيب، بعدين بلاستيك، بعدين قطاش. ايوه بس مشكور هذا قطاش.